اداره القطاعات في اتحاد الكره المصري. الاسماعيلي عنده مشكله بكره، عنده غيابات كتير جدا وعنده اصابات، منهم احمد مدبولي وحمدي النقاز، اثنين من اللعيبه المؤثرين في النادي الاسماعيلي. طبعا الاسماعيلي نقطه واحده فقط منذ بدايه الدوري. الاسماعيلي هيلاعب سيراميكا بكره برضو، سيراميكا كسب مباراه في اول الدوري مع المصري وبعدين خسر ثلاث ماتشات. سيراميكا برضو الامور صعبه جدا، نتائج سيئه الفتره اللي فاتت، فبكره مباراه يعني هتبقى عصبيه جدا ما بين الاسماعيلي والسيراميكا في ملعب سيراميكا اللي هو استاد القاهره. سموحه المهندس فرج عامر صرف مكافئات الفوز للاعيبه سموحه قبل مباراه بكره. انتوا عارفين سموحه الماتش اللي فات كسب الاسماعيلي في اسماعيليه، فالمهندس فرج عامر صرف لهم المكافئات على طول قبل مباراه اسوان. سموحه هيلاعب اسوان بكره. المصري هيفتقد مروان حمدي المهاجم حوالي اسبوعين بسبب اصابه العضله الخلفيه. امبارح مروان حمدي اتعور، جاله شد في العضله الخلفيه في مباراه المصري امبارح مع البنك الاهلي، فاسبوعين او ثلاث اسابيع كمان لمروان حمدي هيغيب عن النادي المصري. المصري يتعاقد مع اسلام جمال مخطط للاحمال بالفريق الاول، كابتن اسلام جمال مخطط احمال تعاقد مع النادي المصري عشان اللياقه البدنيه بقى والاحمال بالنسبه لفريق النادي المصري، مع الكابتن طارق سليمان وكابتن محمود عبد الحكيم وكابتن مجدي الشناوي وكابتن محمد عبد المنصف مدرب الحراس. الاتحاد السكندري اعلن القائمه النهارده، زوران لماتش فيوتشر، المهدي سليمان وصبحي سليمان وعمرو خليل، هشام صلاح، محمود علاء، جافن كيزيتو، محمد الصالح، خالد صبحي، صبري رحيل، سليفو مورو، مصطفى ابراهيم، مروان عطيه، سعيد صنبوري، احمد عادل ميسي، ابراهيم حسن، اسلام عبد النعيم، محمود عبد العزيز، محمد الصباحي، كريم الديب، خالد الغندور، مابولولو، واوستن اموتو، واحمد عيد. دي قائمه نادي الاتحاد. في غيابات في الاتحاد، السيد سالم واحمد غريب وناصر ناصر، فوز الحناوي وعبد الغني محمد وعبد الله نصيب المدافع برضو الاردني هيغيب للاصابه. دي اخبارنا المحليه. خلينا ناخد بعض كده الاخبار العالميه قبل ماتشات بقى دور الثمانيه يوم الجمعه والسبت زي ما